السلام عليكم. حلقة اليوم حابب أتكلم على الفيلم الأسباني من إنتاج نتفليكس The Platform. قصة الفيلم بسيطة جدا، عبارة عن رجل يسجن داخل هذا السجن الغريب، مو السجن العادي اللي احنا متعودين عليه. في هذا السجن هو عبارة عن سجن عمودي، كل زنزانة موجودة في طابق من الطوابق، وكل زنزانة فيها شخصين. ¿Qué vamos a comer? Lo que le sobra a los de arriba. والمختلف كمان في هذا السجن غير كونه عمودي انه يوميا بتنزل وليمة عبارة عن طاولة مليانة من ما لذ وطاب، وتنزل من الاعلى للاسفل، واثناء النزول كل دور ياكل اللي يقدر عليه والباقي ينزل للدور اللي اسفل. فحنعيش مع هذا السجين داخل هذا السجن، حنفهم الأنظمة الخاصة بهذا السجن، وحنشوف كيف يقدر انه ينجو ويتعايش مع هذه الأوضاع الغريبة داخل السجن. في هذه الحلقة وبعيدة عن مراجعة الفيلم زي المراجعات العادية، حابب أركز أكثر على مناقشة الأحداث والرسائل الاجتماعية اللي موجودة في الفيلم. العمر مش المقياس الوحيد للمشاهدة. أولاً لو أنت عمرك أقل من 18 سنة طبعاً لا تتفرج على هذا الفيلم. ثانياً حتى لو أنت عمرك أكثر من 18 سنة في عوامل أخرى لازم تأخذها في الحسبان. الفيلم يحتوي على الكثير من المشاهد العنيفة، الكثير من المشاهد المقززة نفسياً وبصرياً، لأنه نهاية الفيلم نوعاً ما مفتوحة. فلو هذه النوعية من الأفلام ما تعجبك وخر عن الفيلم، لكن لو هذه النوعية من الأفلام تعجبك شوف الفيلم وأرجع ناقش معاي الرسائل اللي موجودة في القصة. فحبدأ أتكلم الآن على أحداث القصة وعلى الرسائل اللي موجودة فيها، فلو ما شفت الفيلم للآن وقف هنا. الفيلم ببساطة بيتكلم على الجانب الاقتصادي العالمي اللي بيعيش العالم اليوم، خصوصا الرأسمالية واللي هي متسيدة نظام اقتصاد العالمي. ما هأشرح الرأسمالية بشكل اقتصادي، لكن بشكل جدا 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 مبسط انه عندك طبقات من المجتمع، من فاحشية الثراء لمعدومين فقر، وهذا تقريبا نفس فكرة طوابق السجن. في المجتمع عموما عادة فاحشين الثراء والأغنياء هم اللي بيشغلوا الطبقات الدونية، فبيعطوهم الأشياء الزايدة عن حاجتهم. أول ما ياخدوا كل حاجة يحتاجوها، أي حاجة زايدة يدوها للطبقة اللي بعدها، وبالتالي كل طبقة تدي الطبقة اللي بعدها حسب الاحتياجات اللي موجودة وحسب الزايد من ثروتهم، أو على الأقل الزايد من قوت يومهم. هذا اللي شفناه بتمثيله بطاولة الطعام، وهي تنتقل من طاولة فيها ما لذ وطاب إلين توصل للأخير ما يكون فيها ولا شيء. وهذا النظام الرأسمالي إنك تعيش جوته له ثمن، سواء كنت مدرك لهذا الثمن اللي أنت بتدفعه أو لا، بس كل حاجة أنت بتسويها داخل هذا النظام بتدفع ثمنها. وعطانا أمثلة جميلة جدا من المسجونين، نمسك بطل القصة والمسجون العجوز اللي كان معه. حنشوف إنه بطل القصة دخل هذا النظام، دخل هذا التجربة، دخل هذا السجن لأنه كان يجري وراء إيه؟ يجري وراء الدبلومة، يجري وراء الشهادة. فالإسقاطية الجميلة هنا، هل هذا الشخص كان يبغى يجيب الشهادة سعياً للعلم، ولا عشان هو ميت على العلم، ولا عشان يحسن من حياته، يحسن من طبقته، يحسن من مكانته الاجتماعية عن طريق هذه الشهادة؟ وبيورينا إنه حتى طلب العلم في هذا النظام الرأسمالي ممكن الثمن يكون غالي. ومن ناحية ثانية حنشوف زميله العجوز المسن، حنشوف إنه هو موجود داخل هذا النظام الرأسمالي لأنه مستهلك شره، بيضيع فلوسه على الاستهلاك، بيشوف حاجات وبيقتنع إنه يحتاجها مهما كانت تافهة، بيخلي الناس يلعبوا على عقليته بالإعلانات ولا غيرها لدرجة تتصور الأشياء التافهة إنها ممكن تغير حياته، وبالتالي بيصرف كل حاجة بتجي على هذه الممتلكات، فعايش داخل هذه الدوامة من الرأسمالية. كل ما يكسب يصرف، كل ما يكسب يصرف، وبيصرف على أشياء تافهة. حتى لو أخذ شيء هيجي بعدها نفس الناس اللي باعوا له هذا الشيء هيبيعوا له هو نفس الشيء مرة ثانية، ويقولوا إنه بلس، صار في إضافة بسيطة قنية على الجوالات مثلا آيفون، آيفون بلس وغيرها، فتلاقيه يبيع اللي قدامه واللي وراه سعيا خلف الاستهلاك. Hay tres clases de personas: los de arriba, los de abajo, los que caen. والجميل كمان انه شرح لنا طبقات المجتمع بطريقه جميله جدا، خصوصا الطبقه المتوسطه. عندك الطبقه العليا
لأنه عندهم كل شيء، ما هو شايل هم الأكل، ما بيفكر في الأكل أبداً. تلاقي مخه ودماغه والأفكار اللي عنده بتفكر في أشياء أبعد بشكل كبير جداً، وهذا الشيء ممكن يدخله دوامة نفسية من الاكتئاب والأمراض النفسية وغيرها. لكن على النقيض تماماً تلاقي الناس المعدومة اللي ما عندها حتى تاكل، ما عندها وقت تفكر غير في الأكل وفقوت يومها، وحنلاقيهم يبيعوا مبادئهم وأخلاقهم ويصيروا مجرمين بس عشان يعيشوا. لكن الطبقة المتوسطة ما عندها كل شيء تبغى، لكن في نفس الوقت ما هي معدمة، ما وصلت لدرجة ارتكاب جريمة، فتلاقيها متأرجحة بين الجهتين على أساس تلاقي قوت اليوم بيومه من غير ارتكاب أي جريمة، وفي نفس الوقت مخها مو خالي أبدا من التفكير. ومن أهم الأمور اللي صور لنا هي القصة مع شخصية البطل، إنه مهما كان عند الشخص أخلاق، مهما كان عنده مبادئ، لو انحط في مواقف صعبة كل هذه الأشياء ممكن تنحط على جنب وتطلع غريزة مهمة، فطرة أهم بشكل كبير جدا، وهي فطرة وغريزة النجاة. هذا يجيبنا على نقاش مهم جدا، هل إحنا اللي موجودين في طبقة عليا نوعا ما، طبقة متوسطة أو حتى طبقة غنية، يحق لنا إننا نحكم على المجرمين من المعدمين الفقراء أو لا؟ هل لإننا فوق سهل إنه نحكم ونقول لا أخلاق ومبادئ؟ إيش حيصير لينا لو إحنا نحطينا في نفس المكان؟ هل حنتحول زي ما بطل القصة تحول وصار وصل إنه يأكل لحم بشر، وصل للإجرام؟ هل الشيء هذا ممكن يصير لينا ولا الحكم سهل وإحنا عايشين فوق؟ من أجمل المشاهد بالنسبة لي لما جاء العجوز ربط البطل على السرير وقال له شوف إحنا ما عندنا حل ثاني، إحنا موجودين في هذا الطابق اللي ما فيه له أكل، ما بيجينا أكل يوميا، السبيل الوحيد هو إني أكل من لحمك، السبيل الوحيد إني أكل من لحمك وأأكلك منه عشان نعيش. tiene buen corazón no creo que sobreviva usted mucho tiempo. لكنه في البداية كان ضد ولا وكان يفرفص كده هو جالس على السرير، بس في الأخير خلاص التعب والإنهاك والتفكير عدمه لدرجة صار مستسلم وهو موجود ومستلقي على السرير. وهذه كناية للبشر اللي ممكن إنه يبيع شرفه، يبيع لحمه عشان يعيش، عشان يأكل من بيع اللحم ده. ومن المشاهد الجميلة كمان لما البطل انسجن مع هذه السيدة اللي بدأت مضيعة عمرها ليل نهار وهي تصرخ من فوق على الطبقات اللي تحت، يا جماعة كلوا الشيء اللي تقدروا عليه وسيبوا الباقي، عملت لكم صحنين كلوا منها واعملوا صحنين تانية للدور اللي تحت، وما حد بيسمع لها، الكل بيعتبرها مجنونة. ليش؟ لأنه شايفينها في سقف عالي، شايفينها في طبقة عالية، ما هي واعية تتكلم على إيش أساساً. Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría al nivel más bajo. هذا يورينا إنه التوعية من فوق ما تجيب فايدة، التوعية من برج عاجي ما تجيب فايدة، ويورينا كمان إنه الطبقات اللي تحت لما تختني وتوصل أخيراً وصلت هنا ما تجي دحين تقول لي يا باد خلي عندك أخلاق، ليه ما قلت الكلام ده للناس اللي قبل؟ العملية معقدة جداً. فهتلاقي لما يوصل لمرحلة معينة من الاختناء آخر هم مواعظ يبغى يعيش لأنه كان محروم من الحياة لما كان في الطبقات السفلية. في نفس الوقت شفنا نفس المجموعة هذه اللي ما كانت مدية اهتمام أبداً لكلام السيدة بدأوا يهتموا وخافوا بعد ما صار التهديد جايهم من فوق إنه حيخرب لهم الأكل. هذه كناية عن السلطة المستبدة، هذه كناية إنه أحياناً ما رسائل التوعية ما تجي من غير قوة، مو شرط يكون في إقناع عشان تجيب المصلحة العامة، ممكن تتعامل بالقوة إنك شايفة مصلحة الكل من فوق إلى تحت. وتفهم جداً إن النهاية ما حتعجب الكثير من الناس لأنها كانت مفتوحة وهي قابلة للتفسير، لكن أقرب تفسير للنهاية إنه هذه الطفلة الصغيرة اللي على الرغم إنها موجودة في الدور رقم صفر، موجودة في أسفل السافلين في هذا السجن المرعب، لكنها ما زالت بريئة، بعيدة عن الإجرام، بعيدة عن أي شيء. فالسبيل الوحيد للنجاة والسبيل الوحيد لتخريب هذا النظام إنه هذه الآدمية الصغيرة، هذه البنت البريئة تطلع من هذا المكان من الطابق السفلي لأعلى طابق من غير ما يصير تلويثها بين الطوابق، من غير ما تمر على أي جوانب أخلاقية خلال الطوابق بالكامل.
لو جينا على التمثيل في هذا الفيلم حنشوف ان تمثيل الشخصيات وصل لمرحلة مقنعة يخليك تتقزز فعلا من اللي صاير على الشاشة، وهذا السبيل الوحيد لإيصال الفكرة. وفقت الشخصيات جميعها في إيصال الفكرة. تقييم فيلم بلاتفورم 7/10. في نهاية المناقشة وليست المراجعة، يريد تشاركني في التعليقات، كملت الفيلم ولا لا؟ هل فهمت نفس الرسائل اللي أنا فهمتها في الفيلم ولا لا؟ وش فهمت زيادة عن الأشياء اللي ذكرتها؟ كان معاكم ماهر موصل، أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية.